عايز اروح بقى لرضا هيكل. هنا رضا نفسه وهو لسه صغير مين قال له لا تعالى هنلعب رياضه بس تلعب طايره؟ ولا انت كنت حابب تلعب حاجه تانية وبعدين دخلت الطايره ازاي ولا ايه الحكايه؟ هو انا اخواتي الاثنين بيلعبوا طايره هلا خلاص الموضوع قضي الامر يعني انت ما عندكش اختيار بالظبط. فيعني على طول كنت بلعب معاهم وكده وبروح معاهم النادي من زمان يعني لحد ما كان عندي 7 سنين اخويا الكبير اخدني وداني النادي ان انا العب مع فرقه يعني. فابتديت يعني من وقتها من 7 سنين من وانا 7 سنين ولما رحت كمان المدرب لما شاف ان انا بعرف العب مش عندي مثلا فكره ان انا كنت على طول بلعب معاهم على طول بيعلموني فمن ساعتها بقى ابتديت ان انا ابتدي مشوار يعني في نادي الزمالك من وانا صغير. ما كانش عندك هوايات تانية؟ ما كنتش عايز تقول طب اجرب سباحه اجرب كوره اجرب اي حاجه تانية؟ والله لا انا كنت حابب اللعبه جدا لان اخواتي كانوا بيلعبوها وهم ما شاء الله كانوا ناجحين فيها برضو جدا يعني فهم حببوني في الموضوع يعني. ما عندكش الفرصه. بالظبط ما كانش يعني عندي الفرصه. يعني كنت شاغل البولي يعني. اول بطولات شاركت فيها من وانت لسه بقى ايه خلاص بعد دخلنا 7 سنين اول بطوله رسميه كانت سنه كام او عمرك كام؟ اول بطوله رسميه مع النادي ولا مع المنتخب؟ مع النادي مع الاثنين. مع المنتخب كانت اول بطوله رسميه كانت 2007 كان كاس العالم في المكسيك. وبعديها كان شباب ولا الفريست؟ لا كان الناشئين منتخب الناشئين. وبعد كده كملت مع المنتخب بقى افريقيا البطولات العربيه الكلام ده كله لحد اول بطوله دوليه مع نادي الزمالك كانت 2009 كان كاس عالم الانديه كنا كسبنا بطوله افريقيا 2009 في النادي الاهلي وتاهلنا لكاس عالم الانديه دي كانت برضو اول بطوله دوليه ليا مع نادي الزمالك. لا بطوله محليه يعني انا عندي 7 سنين اول حاجه داخلها رضا هيكل كبطوله. كنا بنلعب بقى دايما بطولات اللي هي منطقه الجيزه وبعد كده اللي كسبان من منطقه الجيزه ومنطقه القاهره بيتقابلوا في دورات مجمعه ويبقى هو بطل الجمهوريه. دي كانت اول كانت اول حاجه لعبتها يعني. كان عندك كام سنه تقريبا؟ كان عندي حوالي 14 سنه 15 سنه يعني. 14 سنه.